بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا الأخ صلاح من السودان يقول: أولا فضيلة الشيخ، في سؤالي الأول أسأل عن الدعاء الوارد قبل الوضوء وبعد الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس هناك دعاء قبل الوضوء إلا هو بسم الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأما الدعاء بعد الوضوء كما ورد في الصحاح أنه يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذي ورد أنه يقال بعد الوضوء. الحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يجمع بين الطهارتين: الطهارة الحسية بالماء والطهارة المعنوية بالتوحيد. تطهر من الشرك بكلمة التوحيد، تطهر من البدع بشهادة أن محمد رسول الله. نعم. الأخ صلاح أيضا من أسئلته من السودان يقول: ما دور الأسرة في صلاح الأبناء، ومن المسؤول الأول عن التربية وعن هذا الصلاح، هل هو الأب أم الأم؟ لا شك أن الطفل في مسؤولية الأبوين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الدين الصحيح، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى أن إذا حصل تغيير للفطرة فإنما يكون بسبب التربية السيئة، وأما إذا كانت التربية حسنة فإنه يبقى على فطرته التي فطر عليها. وإذا بلغ سن التمييز فإن أبويه أمرانه بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فإذا بلغوا العشر فإنهم يضربونهم إذا تأخروا عن الصلاة أو لم يصلوا، يضربونهم ويؤدبونهم ويفرقون بينهم في المضاجع، فلا يتركونهم ينامون جميعا لفراش واحد تجاورين في الفراش. ذلك من أجل التربية على الدين وعلى الأخلاق الطيبة، وإبعادهم عن الوقوع الأخلاق السيئة. والله جل وعلا أخبر عن الولد الصالح أنه يقوم ببر والديه لا سيما عند الكبر: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رد إليهما الجميل، تبر بهما وتخدمهما كما برا بك وربياك في الصغر، وأنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا تدفع عنها شيئا ولا تجلب لها رزقا، هما قاما بذلك كما ربياني صغيرا. وأيضا عوداك على الأخلاق طيبة ونشأ على الطاعة وعلى حب الخير، فأنت ترد الجميل لهما بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في رسالة الأخ صلاح من السودان يقول: ما معنى تحقيق التوحيد، وكيف يحقق المسلم ذلك، وما الأسباب المعينة عليه؟ تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن المنقصات، هذا هو تحقيق التوحيد. وثواب من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة لا حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا الأخت السائلة من جمهورية مصر العربية: لماذا منعت المرأة من زيارة القبور، وهل ورد ذلك من الأحاديث مأجورين؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. في رواية: لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد
المساجد والسرج. هذا الحديث بروايته يدل على تحريم زيارة المرأة في القبور ومنعها من ذلك، وأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. والحكمة في ذلك أن المرأة ضعيفة قليلة الصبر، ربما إذا رأت قبر قريبها أو ابنها أو أبيها أو أمها أنها تجزع، يحدث لها الجزع والنياحة. وأيضا المرأة عورة ومطمع للفساق، فإذا خرجت لزيارة القبور ربما أن الفساق يترصدون لها هناك، وهذا وقع شيء كثير منه في ما يروى ويذكر من النساء اللاتي زرن القبور، وأن الفجار يترصدون لهن هناك. وربما يقولون إن المرأة إذا حملت في هذه الزيارة أن ولدها يكون صالحا وأنه يكون من الأولياء، كما يزينه شياطين الإنس والجن للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ سالم عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحم الإبل نقرأ بأنه ينقض الوضوء، فهل يدخل في ذلك الكبد والكرش والمسران وغير ذلك؟ نعم، هذا صح به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، أمر بالوضوء من لحوم الإبل. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. واللحم قيل يختص بما عدا الكرش ولحم الرأس والكبد، وقيل إنه عام لكل ما يشتمل عليه البعير من اللحم، سواء كان من لحم الجوف والأمعاء والمصارين والكبد والكرش، أو كان من سائر اللحم، وهذا هو الأحوط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: الكثير من النساء يستعملن البرقع والنقاب الواسع عند الطواف في الحرم، وبعض النقاب قد تظهر الحواجب، فما حكم لبس مثل هذه البراقع والنقاب مأجوري؟ أما بالنسبة للمحرمة إنها يحرم عليها لبس النقاب والبرقع، تخلعهما وتجعل مكانهما الغطوة التي على الرأس تدليها على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، تغطيه بغير النقاب وبغير البرقع مما خيط للوجه خاص. وأما إذا كانت غير محرمة فلا مانع أن تغطي وجهها بأي شيء، بالشيلة والخمار أو بالبرقع أو بالنقاب، إلا أنه لا يكون النقاب والبرقع فاتنين، لأن بعض النساء تتخذ البرقع للفتنة، تبدي عينيها وما حولهما وتجمل عينيها، يكون بذلك فتنة. والمقصود من البرقع والنقاب هو الستر وليس التزين. على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف من الله، ولا تلبس لباس الفتنة، سواء كان بالبرقع والنقاب أو بسائر الثياب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شيخ، بعض الناس يأتون للصلاة على الجنائز ويذهبون يصلون في مسجد آخر بعد الصلاة عليها، علما بأن المسجد الذي توجد به هذه الجنائز أقرب، ونعلم بأن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوز، ما الحكم في ذلك؟ وكذلك يأتون للصلاة على هذه الجنائز وقت نهي فيصلون ثم يذهبون، هل يجوز ذلك؟ الصلاة على الجنازة وتشييع الجنازة فيهما أجر عظيم وثواب كبير، فهم يقصدون هذا، يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان لهذا الغرض، لأنه لغرض صحيح. ولكن إذا صلى عليها مرة لا يكرر الصلاة عليها مرة أخرى، بل يكتفي بالصلاة الأولى. أما إذا حضرت جنائز لم يصلي عليها المسجد أو في المقبرة، فإنه يصلي عليها ليحصل على الأجر ولو كان صلى على غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد يقول: بالنسبة لحكم الصلاة بالنعال، كيف يمكن أن يعمل بهذه السنة إذا كانت وردت، وخصوصا بأننا نصلي في مساجد كبيرة ومفروشة ونظيفة، فهل يثاب فاعل من صلى بهذه النعال؟ الأصل أن الصلاة بالنعال مستحب ومشروع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة لليهود، ولكن إذا ترتب على ذلك، إذا ترتب عليه محاذير، كما ذكر السائل أن المساجد تغيرت حالتها عما كانت من قبل، أن سبق كانت أتربة، كانت المساجد ترابية لا يؤثر عليها الوطء النعال، دخول المسجد بالنعال، وأما الآن المساجد صارت تبلط وتفرش، إذا دخلها الناس بالنعال تلوثت، وهذا إساءة إلى المسجد، يتجنب الصلاة بالنعال في هذه الحالة لأنها يترتب عليها محاذير، وأيضا الناس ما اعتادوا هذا، فربما يحصل تشويش واستغراب لهذا الشيء،
والأصل أنها مستحبة وليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم مريم تقول: فضيلة الشيخ، أنا شابة وقد تزوجت من شاب، ولكنه لا يقوم لصلاة الفجر إلا الساعة 8 عند خروجه للعمل، فيصلي ركعتين نافلة ثم يصلي صلاة الفجر الساعة 8 قبل خروجه لعمله، وقد تعبت معه كثيرا في إيقاظه لصلاة الفجر في موعدها، هل تجوز مثل هذه الصلاة؟ هذه الصلاة لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. إذا اعتاد وتعمد إخراجها عن وقتها من غير عذر إنها لا تقبل عند الله عز وجل، وعمله هذا باطل وهو لم يصلي. فإذا استمر على هذا وأصر لك المطالبة بالفراق والابتعاد عنه لأجل أن لا يؤثر عليك وعلى أولادك من بعد. هذا رجل سوء وزوج سوء، لا يجوز الاستمرار معه. نعم. تسأل في آخر أسئلتها يا فضيلة الشيخ عن الآيات والقرآن الذي تحمي بإذن الله من العين والسحر. سورة الفاتحة والمعوذتان، سورة الفاتحة رقية والمعوذتان فيهما الكفاية بإذن الله. إذا إن زاد على ذلك من القرآن آيات أو سور أخرى فهو زيادة خير. نعم. تقول الأخت السائلة في آخر أسئلتها: إذا كانت المرأة تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا، فهل لها أن ترأها أم تعيد الصلاة؟ وما رأيكم إذا كانت هذه المرأة عندها شك في كثير من الأمور؟ إذا كان هذا بسبب الوسواس والمرض النفسي إنه لا يؤثر عليها، صلاتها صحيحة. أما إذا كان ليس بسبب وسواس ولا مرض نفسي وإنما شكت هل قرأت الفاتحة ولم تقرأها، الأصل أنها لم تقرأها ولا تصح الصلاة لا بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. فإذا شكت في قراءتها تأتي به تقرأها إن كانت ما زالت قائمة الركعة. أما إن كانت ركعت وعندها الشك فإنها تلغو هذه الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها، تعتبر الثانية هي الأولى وتكمل صلاتها، تسجد للسهو قبل السلام في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان أن يحسن من قراءته للقرآن الكريم، فهل عليه أن يتابع شيخا واحدا أم أن هناك أمور وطرق في القراءات؟ نعم، كلما استطاع الإنسان أن يتقن قراءته على مقرئ واحد أو على عدة مقرئين فإنه يفعل ذلك، لأن هذا أمر مطلوب. مطلوب أن الإنسان يتقن القراءة بأن يتلقاها عن مقرئين متقنين، ولكن لا يبالغ في التجويد والمدود والغنى بحيث يثقل القراءة عليه وعلى سامعيه، وإنما يتوسط في القراءة بين التمطيط وبين الهذرمة والهذنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في وقتنا الحاضر تطور العلم، وسؤالي عن الكي بالليزر، هل يكون الكي يكون بالنار فقط؟ لأن هناك كي بالثلج وكي بالليزر، وهناك أسماء ومسميات في العصر الحديث، فهل يدخل هذا في النار؟ هذا يسأل عنه الأطباء المختصين. كل ما يستفيد الإنسان منه في العلاج وهو مباح فإنه يستعمله، سواء بالثلج، سواء بالكي بالنار، سواء بالكي بالكهرباء، بالليزر، كل ما كان مفيدا وفيه علاج الأصل فيه الإباحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى في هذا السؤال، يقول الشيخ حفظكم الله: الترتيل للقرآن هل هو خاص بكتاب الله بالقرآن، أم يجوز مثلا ترتيب الأحاديث عندما أقرأ على الجماعة في رياض الصالحين بعد العصر، أو في بعض الكتب قبل صلاة العشاء؟ إذا كان يقصد بالترتيل التزام قواعد التجويد فهذا لا يكون إلا في القرآن، لا يكون في الكلام العادي ولا في قراءة الأحاديث النبوية. وإن كان يقصد بالترتيل يقصد تحسين الصوت فهذا مطلوب في الأحاديث وفي القرآن، يحسن صوته إذا قرأ على الناس والحاضرين لأجل أن يتأثروا ويستفيدوا من القراءة ويقبلوا عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر فضيلة الشيخ يقول: في وقتنا الحاضر بعض البيوت يربون القطط الأليفة والكلاب الصغيرة من أجل تربيتها في المنزل، فما رأي الشرع في نظركم في هذا العمل؟ ما الكلاب فلا يجوز اقتناؤها إلا لما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلب للحراسة، حراسة المزرعة أو حراسة الماشية، أو الكلب للصيد، الكلب المعلم للصيد لهذه الأغراض الثلاث، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز، وينقص من أجله كل يوم قراط كما قال النبي صلى
صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز مخالطة الكلاب ومصاحبة الكلاب وإدخالها في المنازل، إنما هذا عادة عند الكفار. وأما المسلمون فإنهم منهيون عن ذلك لما في الكلاب من الأضرار والأمراض وغير ذلك من المحاذير. وفي الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هل يليق بالمسلم أن يمنع دخول الملائكة من بيته ملائكة الرحمة يخسر بذلك من أجل كلب؟ هذا لا يفعله إلا جاهل أو من يقلد الكفار. وأما القطط يجوز اقتناؤها للحاجة، وهي من الطوافين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الطوافين علينا طوافات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر وفي بعض الأعمال في الشركات وغيرها يأخذ الإنسان انتداب إلى عمل يكلف فيه ولا يذهب، وإذا ذهب لم يكمل مدة هذا الانتداب المقررة، فهل يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مثل هذا المال؟ لا يجوز هذا الكذب والاحتيال، لا يجوز الانتداب ولا أخذ الراتب ولا خارج الدوام إلا بالصدق وأداء العمل، يأخذ على قدر عمله الذي أداه، ولا يجعل اسم الانتداب أو خارج الدوام يجعله من باب الحيلة، وليس هناك سبب له، سبب نظامي لا يجوز هذا، لابد من سبب نظامي صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول: أرجو من الشيخ صالح سلمه الله كلمة لبعض الناس وخصوصا الذين يتهاونون بصلاة الاستسقاء، وما أبرز الأعمال الصالحة التي تعمل قبل الخروج لها؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة إليها، إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر إنه يستحب للمسلمين أن يستسقوا ويخرجوا إلى صلاة الاستسقاء يطلبون من ربهم، وهم بحاجة إلى هذا وغيرهم بحاجة إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج حتى البهائم تخرج لأنها بحاجة إلى المطر. على كل حال صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ويحتاج إليها المسلمون عموما، وأنت واحد من المسلمين عليك أن تشارك المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها الأخ السائل سالم ألف ألف، يقول: شاب في مقتبل العمر وقد تاب من جميع الذنوب، ولكن عليه ديون ولم يستطع سداد هذه الديون لقلة ذات اليد، فهل تعتبر التوبة صحيحة؟ التوبة صحيحة فيما بينه وبين الله، وأما الديون فلا بد من أدائها إذا قدر على ذلك، أما إذا كان لا يقدر إنه ينظر إلى أن يقدر. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. حقوق الناس لا يكفي فيها التوبة، لا بد من أدائها إليهم مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء.